الاقتصاد الأخضر نموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو، يقوم على معرفة الاقتصادات البيئية التي تهدف إلى معالجة العلاقات المتبادلة ما بين الاقتصادات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي والأثر العكسي للنشاطات الإنسانية على التغير المناخي. حملت الإمارات على عاتقها مسؤولية التحول إلى الاقتصاد الأخضر منذ إعلانها عن رؤيتها لتكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، واهتمت بقضايا الطاقة في مجال تنويع مصادرها أو الاستخدام الكفء لها أو ترشيد الاستهلاك فيها، واتخذت خطوات لتوفير مزيج متنوع من مصادر الطاقة عبر زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 7% بحلول عام 2020 و15% بحلول عام 2030. نستهدف بكل إمارة 10 مساجد، 10 مدارس، 10 منازل و10 دوائر حكومية، نركب لهم المواد الفنية المرشدة بالإضافة إلى طاقم يبدأ بإلقاء محاضرات توعوية تثقيفية لتهيئة الناس، ثم تشجيعهم على تبني خيار الترشيد والحفاظ على هذه المادة العظيمة والنعمة التي أحبانا الله بها. بادرنا نحن في معرض ويتكس في هذا العام بحملة ترشيد كيف أن ممكن الجمهور يستخدم التقنيات الحديثة والذكية في المنازل بحيث ممكن يساعدهم في تقليل الطاقة الكهربائية بنسبة 30%. الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب معرفة التنمية المستدامة بما تحتويه من مهارات وظيفية وأنظمة صحية جديدة، فعلى سبيل المثال الاستثمار في الطاقة النظيفة وحركة المواصلات المستدامة عناصر جوهرية لبناء اقتصاد أخضر. هناك العديد من المبادرات التي قامت بها هيئة الطرق والمواصلات، طبعا أهمها المترو والترام، وكذلك هناك أبحاث كثيرة تقوم بها الهيئة من ناحية مثلا استخدام الطاقة البديلة عن الوقود الإحفوري، مثل استغلال مثلا الطاقة الشمسية أو استغلال الوقود العضوي أو استغلال الكهرباء في تسيير الحافلات، مثل ما نشوف الحافلة الكهربائية اللي عندنا هاي تعتمد على الطاقة الكهربائية بنسبة 100%. تضافر الجهود الدولية ضرورة من ضروريات تيسير عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك لتحقيق استدامة موارد الطاقة من أجل مستقبل أفضل. ينتقل العالم إلى الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وذلك لأهميته البالغة في الحفاظ على الموارد والبيئة وخفض استهلاك الطاقة، مسؤولية كل فرد منا. إنجي الحكيم، CNBC عربية، دبي.